البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد معكم اليوم ان شاء الله بحول الله. اليوم تبارك الله 21 في رمضان، ايوا هو غادي ما بقى فيه والو. كي غادي مع رمضان بخير، غلبكم ولا غلبتو. المهم هذا العام رمضان داز طياع، اي والله يكملوا لينا بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف ما كتشوفون اليوم غادي نبارطاج معكم فطور خفيف ضعيف. كيف ما قلت لكم البنات اليوم غادي نبارطاجي معكم فطور خفن زعبان. غادي نمشيو نفطر في البحر، عينا بالصراحه شنطنا ايوا قلت مال نطي يلاه نمشيو هذاك الشيء اللي غادي نفطر به هنايا في الدار. نمشيو نفطر في البحر، نبدلو شويه لا روتين، نبدلو جو جات تاويله بشويه. الله اكبر. ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين. المهم اي حاجه دايره في الفيديو اكيد نبارطاجي معكم، خليكم معايا. هذا البنات هنا بغيت ندير لي كيش، بدات بسلطه الشحات، درتها في الهشوة، درت جوج بسلات في الهشوة، صافي درتهم في المقلة مع شوية ديال الزيت. عاد نزيد شوية البزار، أو غادا نزيد شوية الملحة، أنا قلق قوت، بعدا دابا كتملح حتى لعبة، صافي أو البصلة كيف ما شفتو نزلات. غادا نزيد عليها شوية الكفتة، وغادا نعمر لي كيش. بالنسبة لي كيش هما البنات عندي جاهزين، كانوا في كونجيلاتور، واخدة دابا كي كبيرة كل ما كندير منها. صوبت العصير هنايا، هدا حليب كان في كونجيلاتور، غادي ندير قهيوة. ماما نبارطاجي معاكم الباني السليلة ديالنا اللي غادي نديرو نتوما معايا. صافي البنات تعرف شوية الفلافل، عندي فلفلة حمرا وصفا وخضرا، نقطعهم بيهم في الكونجيلاتور، غنخلي كلشي يتشحر، وعاد نزيد الكفتة. كيف ما كتشوفو البنات هنايا صافي بديت كنعمر في ليكيش. صافي دارت هاديك البصلة والفلفلة طاحو، مع شوية الملح وشوية البزار فقط، وزدت عليهم كفتة، والكفتة أصلا عندي معطرة بلي قامة. أو الفرن شعلته كيسخن، أو درت شوية ديال الفواكه، شوية ديال الدسير، درت شوية بعد، أو درت الما والعصير، باقا نصابو قهيوة، دابا شا 4:30، إوا هادشي لي كاين. أنا عندي لاصوص بشاميل، شطت ليا من بعد، درتها في الطونسة، درتها في التلاجة، شي حاجة مقطعة، نزيدها فوق منهم مع موتزاريلا مع كلش، أو ما نكملها. صافي البنات هنا درت لاصوص بيشاميل من الفوق، والله الا باقا زوينه هانتوما من الباح، والطائحه فيها زوينه. درت وشط لي هادشي، ما شديوش على الطاوه حيت كنطيبش فيها الباح لي كيشنيت. صافي لي كيش، انا غادا نزيد شويه الزعتر من الفوق وندخلو من الفرن، الفرن مصفون. ماما البنات هنايا جمعنا الفطور، داكشي داين كيسان طباصلة راكم عارفين هاد البلاطو هذا. الفطور تنوصلو للبحر نبارطاجيه معاكم ان شاء الله بحول الله. ماما البنات دابا شي 5:30، يلا غادي نمشيو علي ما بعد الحال شويه. صافي نسي البيسه ديالي هكدا، واحد الكابيش هذا ديال توني كولون، ونزي سبادري. ايوا هانتوما معنا في الشانس للبحر، نشارك معاكم الاجواء كيفاش دايره هانتوما. صافي فاش غادي نوصل للبحر غادي نبارطاجي معاكم الاجواء ونفطر داكشي اللي كاين معايا.
ما البنات حنا دابا وصلنا للبحر. شوف كاين واحد البنت، واحد البنت والله لابسه هاد الطوبيات جات وصل. سلام. ها شوف كاين واحد سلام البنات دايرين صح ما عمرتني بزاف جو زوون كيعوموا دابا شي ساعه جايين حنايا ولينا هاد العام ما كاينش كاس الطوابل وانا هذا بنت الفاشور في الارض نمشيو لبلاصتنا لهي صراحة من الدار زوين. عرفتو الحال تغيم دابا شحال الساعة شي ستة وشي حاجة جوز واو كيعوموا الداي شي بنات جاد عيات هو يتحمس بغا يعوم جاد شنو كدير؟ باغي نعوم اختي لا ولي الباد عليك لا اجي اجي لا 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 ما تغطاش الباد شو جاد اشدا ليا ويلي 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 شوها شوها باغي يعوم صحات كلها فاسدة عرفتو واحد البيضة ما عرفتش يحضر بحال كي كيكون الجو ما نقول لكم بش السما يقلي صافي جاد يلا نطلعو دابا السبعة قلت واش قابي أدب انتوما البنات وحش الغوب صافي الشمس غابات شتو على منادى صوت المياه عرفتي واحد الجو زوين هاهي لودايا أنفاس معانا الشمس مشات ونين دغيا تغيم الحال سبحان الله العظيم عرفتي ولا واحد الجو تغيم الحال كانت شميسة ونين فاش جينا دابا تغيم الحال هداك هاديك القهوة الباطون لي فاضت هاهي صارت عايشة في هاد الضوا أنا لابسة السبادي لفزكات ليا بالما ماما دور الفطور ديالنا هنايا العصير هذه قهوه الماء تمر معلقات هذا واحد البسكوي هادو لي شوسون بالفرماج والكفته هذه كفته مقليه صافي وكيسان القهوه والعصير من حال كامون والكمر بيض مسلوق الملوي هادو لي كيش اللي صاوبت مع دوك هاد لي نيم هادو صافي هنايا الديسير شويه ديال الديسير هذا هو الفطور ديالنا جاد قول السلام انا خايف ما دابش لنا فيديو بكوبي رايت قول السلام سلام لاباس عليك لاباس وانت دابش انا نقول لك شنو تقول شو حنا جالسين واحد الكنيسه هنايا من نار الحجر عطاك عليها شويه البان كاين البان الطش على الفابط صفات والدنداب طوش على الفلو داية طوش على المغرب بقى ما ودناش مين صافي دابا هادو خصمت القرائن جمعت كلشي خصمي نقصو الموسيقى صافا ضاب المدفع شوفوا على جو يا سلام راحة النفسية حتى هنايا الكرة
اوف العباد لا لا باد 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 شنو عطاك شي حنا غاديين حنا غاديين دابا لا ما رزقش شي بغيتي تكون مازال ما جابه لوان شنا البنت عطاك خالتي عطينا نمشي نشري سلام الناس ديالي لاباس عليكم بخير خالتي عطيني خميس دراهم عطيني خميس دراهم حنا اليوم اهلا البنات تدايلين لاباس عليكم لا 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 طيبين عندنا معنا الفطور ولكن جد المهم الغزالات ديالي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم لا يعجبكم ما تنساونيش من اللايكات والبارطاج بطبيعة الحال واللي ما مشتركش في القناة ضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصل بكل جديد خليكم في امان الله مع فيديو جديد ان شاء الله باي باي ليكم ونتمنى الفيديو يعجبكم